للحديث أكثر عن فشل الحكومة ببغداد في التصدي لانتشار فيروس كورونا القاتل في ظل انهيار المنظومة الصحية وعدم قدرتها على تحمل أعداد المصابين، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين. أهلا وسهلا، حياكم الله. بداية، يعني لا تزال نسب الإصابات والوفيات بفيروس كورونا تتزايد في ظل تعتيم حكومي مريب، هل هو محاولة للهروب من المسؤولية أم عجز حسب رأيكم؟ لا، أنا أعتقد هناك عجز واضح لدى المؤسسات الصحية في العراق، وهذا سببه أيضا هو الفشل السياسي في إدارة الدولة العراقية. وفيروس كورونا علينا أنه أن نتعامل معه من ناحيتين، الناحية الأولى مصدر المرض والثانية مكان الذي يتعالج فيه المريض. مصدر المرض معلوم جميعا لدى العراقيين أنها إيران هي مصدر المرض إلى العراق. لحد هذه اللحظة الإجراءات الحكومية الحكومة العراقية ضعيفة مع إيران، وهناك مؤشرات على ما زال حتى بعض الخطوط الجوية العراقية تذهب وتأتي من وإلى إيران. هذا من ناحية المرض. المناطق التي يتعالج فيها المصاب حقيقة المؤسسات الصحية العراقية وضعها مزري، سواء على المستوى الفني والإداري والطبي. لا يوجد أدوية، لا توجد إدارة للمستشفيات. معلومة هذه الفيديوهات التي قاعد تصور، الأساس يعني أقصد التجهيزات الصحية ضعيفة جدا، الكوادر الطبية عجزت لأنها ليس من مسؤوليتها أن توفر الأجهزة الطبية وغير، هذه مسؤولية القيادة السياسية ووزارة الصحة أن تهيئ مثل هذه المستلزمات. كل هذا غير متوفر، فبالتأكيد ستزداد الإصابات وتنتشر أكثر ويزداد عدد الوفيات. طبعا احنا نتعامل مع البيانات الرسمية التي تجاوز العدد فيها 1000 مصاب، لكن هناك يعني ماذا إذا لو ارتفع العدد أسوأ مثلا في الدول الأوروبية، ستكون كارثة تحل على العراق. لهذا السبب أعتقد هي مسؤولية مشتركة، سواء الدولة أم وزارة الصحة أم البقية المجتمع الذي لم يلتزم في الإجراءات للوقاية من هذا المرض. طيب، مقاطع مصورة تظهر وجود ضفادع في مستشفى المشرح بمحافظة ميسان، يعني هل يصنف ذلك في خانة ضعف الإمكانيات أم الإهمال برأيكم؟ لا يا سيدي، هذا سببه الفساد المستشري في الدولة العراقية. علينا أن ندرك أنه القائمين على الدولة العراقية ما بعد 2003 إلى الآن عجزوا أن يديروا دولة مثل العراق، متعدد المكونات، متعدد المدى، متعدد الأعراق. أيضا لديهم ضعف في الخبرة الإدارية والفنية في إدارة الدولة، إضافة للخبرة السياسية. العراق يعاني من أزمة كبيرة، أزمة سياسية أكبر من أزمة كورونا، ولكن كورونا ما هي إلا انعكاس لهذا الفشل، أظهرت هذا الفشل أكثر خاصة في المؤسسات الصحية. قد يجوز لا سمح الله لو تظهر مشكلة أخرى سنجد أيضا بنفس المستوى يظهر الفشل. لهذا السبب أعتقد القائمين على الدولة العراقية هم غير قادرين على دولة مثل العراق وبحجم العراق وبثقل العراق مع توفر كل هذه الإمكانيات المالية والمادية وحتى الكوادر البشرية. طيب، يعني لجنة حقوق الإنسان دعت إلى إعلان المناطق التي انتشر فيها الفيروس مناطق منكوبة، ما الذي سيتغير في حال إعلان الحكومة تلك المناطق منكوبة؟ يعني أولا أعتقد الحكومة لن تعلن عن أي منطقة منكوبة، هذا مجرب. عندما لا ننسى في عام 2017 في مدينة الموصل عندما دمرت المدينة على بكرة أبيها، رفضت الحكومة العراقية أن تعلن هذه المدينة مدينة منكوبة. فالحكومة العراقية تدرك بأنه عندما تعلن على أي منطقة منكوبة معناها ستكون هناك ولاية للمؤسسات الدولية على هذه المنطقة، وتقوم بدورها بغض النظر عن الحكومة المحلية والحكومة القطرية. فإذا هي لا تريد لأحد أن يتدخل في هذا الشأن ويكشف أو يفضح الفساد اللي موجود، لأنه تتدخل مؤسسات دولية وترى ما ترى من حال المستشفيات وحال الكوادر الصحية. هل تعتقد أن الحكومة في بغداد يمكن أن تطلب العون من المنظمات الدولية فيما لو أعلنت أو أعلنت تلك المناطق المنتشر فيها الفيروس مناطق منكوبة، أم ترفض كما رفضت إيران؟ سترفض
أنا أعتقد سترفض ولا تقبل هي تريد مساعدات مجانية هكذا، والمجتمع الدولي لا يتعامل هكذا، ليس عشيرة ولا قبيلة، هو مؤسسات دولية تريد أن تشرف على هذه المنطقة المنكوبة، سواء على نوع الفيروس، على عدد الإصابات، مشكلة هذه البيئة، احتياجها للأدوية، فليست لدى المؤسسات الدولية ثقة بالحكومة العراقية حتى تعطيها هذه المستلزمات، لأنها تدرك في اليوم الثاني ستجد أكثر من نصف الأدوية هي تباع في السوق السوداء. لهذا السبب الحكومة العراقية ستقبل بأن تكون هناك منطقة منكوبة، ولا المجتمع الدولي سيتعامل مع الحكومة العراقية بأن يعطيها هي المساعدات وهي من تقوم بتوزيعها. لهذا القضية هي مركبة، وأعتقد هي ستحدث حلو إيران بأنها فقط تريد المال وهي تتصرف به، ثم تصرفه على ميليشياتها في المناطق العربية التي أحرقتها وأحرقت هذه الدول. لهذا السبب هم يريدون المال للاستثمار لفائدة أخرى وللفساد أيضا. نعم. على ذكر إيران أو على ذكر إيران، لا يزال الإيرانيون يتجولون بمنطقة الأعظمية في بغداد رغم تفشي الفيروس وفرض حظر التجوال. كيف تقرؤون استمرار فتح الحدود مع إيران، وماذا تريد الحكومة من ذلك؟ أولا على الشعب العراقي أن يدرك بأنه لإيران الهيمنة الكاملة والمطلقة على العراق. لهذا السبب لا يمكن للحكومة العراقية ولن تجرأ ولا تستطيع أن تمنع إيران من الدخول إلى العراق، سواء كان فردا أم كان مسؤولا أم أيا كان، لأنه لإيران أصبحت ولاية على العراق. فلكي يتخلص الشعب العراقي من هذه الطامة ومن هذا العدو اللدود، يجب أن يكون هناك قرارا وطنيا يدعمه الشعب والدولة ومؤسساتها والحكومة. وأعتقد الوقت الحاضر هو غير جاهز، لأن هناك حكومة تميل إلى إيران أكثر مما تميل إلى الشعب العراقي. وقل لي بربك كيف نتعامل مع الشعب العراقي يعتبر إيران عدو، والحكومة العراقية تعتبر إيران دولة صديقة مسلمة. هذا التناقض كيف سيجتمعان؟ لا يمكن أن يجتمع هذا المتناقضين. لهذا السبب أعتقد إيران ستبقى مهيمنة على العراق ما لم يكن هناك قرارا وطنيا من الدولة ومؤسساتها ومن الشعب في مواجهة هذا العدو اللدود وتحرير العراق من إيران. حسين السباوي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.